باخر فقره من برنامجنا لليوم بدي رحب بحضور اختصاصيه التغذيه ماري تيريز عيقي. اهلا وسهلا فيك من بعد الاعياد وينعاد عليك بالصحه والعافيه يا رب. بدنا نحكي معك عن اهميه انقاص الوزن بعد الولاده للنساء الحوامل. من بعد الولاده اكيد بيبقى في وزن زايد، كيف بدنا نتخلص منه، واهميه الرضاعه الطبيعيه للاطفال ايضا. اكيد بعد الولادة على طول الامرأة بتصير عندها شوية بتاعت الهم انه كيف بدها تنقص وزنها. في عنا عدة محاور مفروض نشتغل عليهم، هو النوم الجيد، الابتعاد عن التوتر، وممارسة التمارين الرياضية اللي بيكونوا بطريقة على الخفيف، يعني مش بمجهود كبير. كيف بيشتغلوا هول ثلاث نقاط مع بعضهم؟ أول شيء النوم الجيد رح يكون عم بيساعدها بخفف من التوتر، كون لما بتكون الامرأة بحالة توتر بيزيد من إنتاج هرمون الكورتيزول، سو بيصير في عندها حاجة أكتر لتناول أطعمة، وخصوص الأطعمة الغنية بالسكريات. هيدا أمر خطأ، لأنه هالعادة رح تزيد من وزنها. وبعد الولادة عادة بخف كتير النشاط الرياضي، هيدا أمر خاطئ، لازم يرجعوا على ممارسة بعض التمارين الرياضية اللي هن بيكونوا على الخفيف، مثل المشي لعدة مرات بالأسبوع بشكل متواصل من 20 ل 30 دقيقة يوميا. هيدا الحالة بتخفف أيضا من التوتر، بتساعد أيضا على الشعور بالبوزيتيفيتي أكتر، وبتساعد أيضا على خسارة الوزن. هيدا كنمط حياة. نعم. أما بالناحية الثانية يعني عن طريق الغذاء، الرضاعة لها دور كتير أساسي لخسارة المرأة للوزن الزايد خلال بفترة ما بعد الولادة. الرضاعة أيضا لها تأثير إيجابي على الأم وعلى الطفل بعد بهالمرحلة. بالنسبة للطفل، الرضاعة بتقوي من علاقة الأم وطفلها كبسيكولوجيكمان، بتزيد من هالعلاقة. الرضاعة بتزيد من النمو، بتخلي الطفل يصير عم ينمى بطريقة أحسن، بتزيد من المناعة للطفل أيضا، وبتساعد على أنه يترجلج الجهاز الهضمي عند الطفل، يعني ما بيعود الطفل يعاني من مشاكل إسهال أو من مشاكل إكتام بالمعدة. حتى ممكن تخفف عنه الإصابة بالالتهابات. طبعا. نعرف قديش الرضاعة الطبيعية مفيدة. طبعا مجرد ما تزيد المناعة بيصير جسمه قادر يدافع أكتر، سو الالتهابات بيكونوا كتير عم يعني ما بيعود عرضة لهالمشاكل الالتهابات. بشكل خاص بدنا نحكي عن الدينين وعن الزلعيم، يعني هو شغلات الأولاد بيعانوا منهم كتير. صح، منلاحظ أنه خصوصي الحديثي الولادة بيكونوا عم بيعانوا منهم كتير، خصوصي يمكن أوقات حالة وضع البوزيشن الولد بفترة الرضاعة بيكون خطأ، بيأثر بيعمل مثل التهابات بالحنجرة، التهاب بالدينة أو هيك. لما الولد الأم مفروض تكون عارفة كيف عم تحط ابنها بطريقة مزبوطة هي وعم بترضعه، وهل الأكت رح يساعده أيضا لزيادة مناعته. هون الوضعية الصحيحة هي لمنع الارتجاع، مش هيك؟ الارتجاع المريئي للأكل يعني. نعم. نعرف انه الاكل بس ينزل المفروض ينزل على المعده. صح، والارتجاع لمنع الرفلو، هيدا الرفلو ايضا ان كيس انوجد رح يسبب التهابات بالجسم، لانه اوريدي الطفل هو كتير بيكون ديليكا، بيكون كتير يعني اقل شغله رح تكون عم تاذيه رح تسبب له مشاكل. وللأم أيضا الرضاعة كتير دورة أساسية، فمش هيك نحن منشجع الأم ترضع. أولا بتبعد عنا أمراض الكانسير، الإصابة بالسرطان، بسرطان الثدي أو بسرطان المبيض أيضا. والرضاعة أيضا بتساعد على الأم أنه تخسر على القليلة 200 ل 500 وحدة حرارية بشكل يومي. نعم، هيدا الأمر كتير مهم وأساسي، يعني كتير من النساء بيبقوا عطلانين هيدا الهم وخايفين من هيدا المشروع الرضاعة الطبيعية. صح. اليوم الأطباء كلهم بإجماع واختصاصية التغذية على تشجيع المرأة. أكيد هيدا الأمر هيدا كتير مهم المرأة تعمله لإلها ولصحتها ولصحة ابنها على القليلة لفترة 6 أشهر. هلأ في أشخاص بيعانوا من قلة الحليب، يعني ما بيكون عم بيصير في ما بيكون كافي للولد. نعم. هلأ في بطريقة تغذية الأم
قادرة تكون عم بتزيد من إنتاج الحليب عن طريق مثلا شرب الكميات المناسبة من الماء. اليانسون أيضا بيشتغل على زيادة إنتاج الحليب كونون وفي كتير أطعمة بتزيد من إنتاج البرولاكتين. البرولاكتين هي بتساعد على إنتاج الحليب بطريقة أكتر. الأطعمة أيضا بيساعدوا على زيادة إنتاج البرولاكتين مثلا مثل هن التمر السيزام يعني السمسم الجوز اللوز الكاجو الشوفان كل هول الأطعمة بيساعدوا على زيادة إنتاج البرولاكتين سو بيزيد في بيصير في إنتاج أكتر للحليب. وأيضا شرب اليانسون بيساعد بزيادة إفراز الحليب. قد ايه البهارات لها دور بتلعب دور هون يعني ممكن الأعشاب والبهارات أو التوابل اللي تكون مفيدة للمرأة المرضعة؟ هن ضروري ننتبه إنه في التوابل الحارة على طول الأم اللي بتاكله بيقطع من طريق حليبها للبيبي سو لنتجنب يمكن للأم ما رح يأذوها بس رح يأذوا البيبي. وانس مثلا كان في التوابل الحارة كان في أطعمة بتزيد من إنتاج من الرفلو هول كلهم مفروض يتوقفوا خلال فترة الرضاعة كرمال الولد ما يكون عم بيحس بمشاكل صحية لإله. وأيضا ضروري نعرف أنه غذاء المرأة خلال فترة الرضاعة أو قبل الرضاعة أثبتت دراسة أمريكية أنه بيتأثر الطفل بغذاء أمه يعني على لونج تيرم بعد فترة طويلة الأطعمة اللي الأم بتكون عم تاكلها بيصير الولد بس يكبر بيصير هو عم يأكلها. فمشان هيك مننصح الأم تكون عم تاكل أطعمة صحية غنية بالألياف بالبروتينات وبالدهون الصحية مثل الجوز اللوز الكاجو الأفوكا كل هول الأطعمة بيزودون بيزودوا الولد بمغذيات أفضل ليكون عم بكفي حياته بطريقة أفضل. أنا بدي أشكرك اختصاصية التغذية ماري تيريز عيي على حضورك معنا لليوم على كل هذه النصائح والإرشادات للمرأة الحامل ما بعد الولادة واللي بدت تتشجع هيك تكون عم تكون مرضعة أيضا لتغذي طفلة ويكتسب المناعة الزايدة. شكرا على حضورك. شكرا لكم أحبة أن تابعتونا وكنتوا معنا بهالوقت المباشر. على أمل اللقاء بكرة بحلقة جديدة. شكر كتير كبير لكل فريق العمل اللي وصلنا لعندكم بالصوت والصورة من إذاعة صوت المحبة ومن تلفزيون المحبة. إلى اللقاء.